أسماك الفيتر هي أسماك صغيرة ولكن أشكالها عجيبة جدا وبالغة الجمال. هذه بعض الأنواع وهناك أكثر من ذلك بكثير. هي أسماك صغيرة من 5 إلى 7 سنتي، لذلك تحتاج إلى حوض صغير لأنها تربى في أعداد قليلة، والذكر يربى وحيدا، الذكر شديد العدوانية لذلك يربى وحيدا. لها أكل معين هو أكل طافي خاص بها، هي من أكلات اللحوم فتحتاج إلى بروتين عالي. كما قلت سابقا الذكور عدوانية مع بعضها البعض، تعيش منفردة، لكن الإناث يمكن أن تعيش في مجموعات. التوافق، الذكور تعيش وحدها، الإناث تعيش مع معظم الأسماك المسالمة. تفريقها سهلا نسبيا، الذكر يبني العش ثم نضع الأنثى معه، يقوم بأخذ البيض ووضعه في العش ويقوم بحراسته حتى يفقس.